الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وإمامنا مدحه ربه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، ونطل عليكم اليوم هذه الإطلالة الطيبة المباركة من خلال برنامج الدين والحياة على شبكة تلفزيون الحياة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعصم دماءنا وأن يجعل وطننا آمنا مطمئنا وسائر البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالتأكيد كما عودناكم من خلال هذا المنبر المحترم على أن نكون مشاركين لكم في أفراحكم وفي أطراحكم، وأن نكون صفا واحدا كما أراد الله لنا. وحين نقف اليوم كمصريين مسلمين ومسيحيين مستمسكين بحبل الله، نحن المؤمنين بالأديان، نحن المؤمنين بالحياة، نحن المؤمنين بأن الله تبارك وتعالى خلقنا لكي نعمر الأرض بالجمال والبناء، ولكي نزينها بالطاعة وبالعمل. نحن المصريين مسلمين ومسيحيين نرسل تلك الرسائل إلى العالم. نحن لا نخشى الإرهاب، نحن لن نعود عن بناء دولتنا التي هي امتداد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به المسيح عيسى بن مريم. نحن الذين ندعو إلى أن نتعايش آمنين في أوطاننا، نحن الذين لا تمتد أيدينا بالأذى، لأننا نريد أن نبني ونعمر لا أن نهدم ونخرب. إنها الجرائم الإرهابية التي ترتكب زورا وبهتانا باسم الإسلام، ويأبى الله إلا أن تظل مصر هذا المنبر الوسطي المعتدل الذي شاءت إرادة الله له أن يحمل الرسالة وأن يؤدي الأمانة وأن يكون هو من يملك أمانة الكلمة. إنها الكلمة التي تبني، إنها الكلمة التي تطبطب على الجرحى والمصابين، ونحاول من خلالها اليوم أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم الدين يحرم فيه استباحة الدماء. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول ربنا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، أتدرون في أي موقف هذا، وفي أي شهر هذا، وفي أي بلد هذا؟ النبي يريد أن ينتزع منهم الإقرار بالوعي والاستنارة، ثم بعد أن يسمع الإجابة يقول لهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في عامكم هذا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتت رسالته إحياء للحياة. فقد شاءت إرادة العلي الأعلى وهو الله تعالى أن يأتي محمدا في فترة من أصعب الفترات، كان الناس فيها في فوضى طاحنة، أحوالهم مضطربة، شؤونهم مرتبكة، ضاعت بينهم القيم الأخلاقية، أتوا كل منكر، عبدوا آلهة شتى، وظل الأمر على هذا المنوال إلى أن بعث الله فيهم محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة النفس الإنسانية: الآدمي أي الإنسان أيا كان لونه، أيا كان مذهبه، أيا كانت ديانته،
الآدمي بنيان الله. الآدمي بنيان الله أي صناعة الله. ملعون من هدمه، ملعون من هدمه أي مطرود من رحمة العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الدنيا إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة أي زرعة صغيرة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. واستجابة لهذا النهج النبوي خرجت مصر كي تكون نموذجا للدنيا في التعايش الآمن بين أبناء الأمة الواحدة. لا تستطيع أن تفرق وأنت تنظر إلى شوارع المصريين بين مسلم ومسيحي إلا كما قال من أرادوا أن يحتلوا بلادنا، لا تفرق بين المصريين إلا إذا تتبعت من يدخل المسجد وتتبعت من يدخل الكنيسة، لأن الذي يحاسب الناس في النهاية على العقائد إنما هو الله سبحانه وتعالى. أي فكر هذا الذي يتقوت على القتل والدمار ومص دماء الأبرياء الأنقياء الأطهار الذين لا ذنب لهم ولا جرم لهم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من آذى كتابيا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إن الإرهاب وهو يستهدف الآمنين يناقض تعاليم الشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ إن أول من وضع أدبا وسلوكا قويما عند الحرب كان محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان يأخذ بيد القائد ويترك له الوصية بعد الوصية، يقول لكل قائد مسلم: إياك وأن تروع امرأة أو طفلا أو أن تعتدي على رجل جلس في صومعته يتعبد، لأن الله تعالى قال: لكم دينكم ولي دين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الدولة المدنية التي تقوم على التنوع وعلى التعددية كان يراعي صلى الله عليه وسلم العدالة، كان يتعامل مع الناس على أن الكل أمام القانون سواسية، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. والسؤال هنا اليوم: كيف يؤخذ من أبنائنا من يكون وقودا للقتل والدمار؟ كيف يتسرب لعقول بعض أبنائنا في المدارس أو في المعاهد أو في الجامعات هذا الفكر، هذا الفكر التكفيري الذي ينكر الآخر وينكر أنه بشر ويريد أن يسطو على ما ليس له، لأنه بذلك يحاسب الناس. ومعلوم لدينا نحن معاشر أهل الإيمان أن الذي يحاسب الناس على عقائدهم إنما هو الله، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومن بيده الحساب وهو الله جل وعلا. هذا الشاب الذي لا يعلم عن دينه إلا القليل حين يبتلى بأهل الشر ممن نراهم في شوارعنا ونراهم في مساجدنا ونراهم يتحركون بيننا، هم يتقاسمون معنا الأمن والهدوء والطمأنينة، ولكنهم لا يشاركوننا في الحب ولا في الانتماء. هم الذين باعوا دينهم بدنياهم، هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هم تجار الأديان، هم الذين ختم الله على قلوبهم، بشر بهم النبي أنهم يخرجون علينا في آخر الزمان، أناس حدثاء الأفهام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. لماذا؟
لأنهم تستروا بستار الدين وظنوا أنهم بذلك أقرب الناس إلى الله. حين تجد تلك الصورة فهو أولا يبدأ باستمالة الشباب صغار السن قليلي الخبرة عديمي الوعي للأسف الشديد، ويزين له أن الجنة كادت أن تظهر الآن، لا يحجزه عن الجنة إلا حاجة واحدة، إيه هي؟ إنك تروح تفجر نفسك في مشهد أناس يعبدون الله في الكنيسة. مجرد إنك تدخل إلى أرض الكنيسة وتفجر نفسك فيهم فأنت بذلك ستكون مع الأنبياء والشهداء والصالحين. وعند ذلك يأتي هذا الشاب بقلة خبرته وبضآلة فكره وبضعف وعيه للأسف الشديد، ويجند نفسه لهذه المهمة ظنا منه أنه سيدخل الجنة وأن الملائكة ستقف صفوفا لاستقباله، وعند ذلك يموت منتحرا وهو في شريعتنا وجبت له النار. في شريعتنا وجبت له النار، لماذا؟ لأنه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه خالف أمرا إلهيا قال الله فيه بصراحة ووضوح: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب أنا عايز أقتل نفسي، طب ما ذنب الأبرياء؟ ألم تسمع قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. حكم الدولة، حكم القانون، القصاص الذي فرضه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. النهاردة مهم لنا جميعا أن نقف، كيف نجفف منابع الإرهاب، كيف نعمل على أن نقطع الطريق على تجار الأديان. المواجهة ربما ستجد أن الفضائيات الآن تمتلئ بالخبراء، سواء في الناحية العسكرية أو الشرطية أو الأمنية، ولكن الأمر أكبر، الأمر أعظم، إنها مصر التي شاءت إرادة الله لها أن تكون هي حائط الصد الأول عن الدنيا كلها. مخطئ من يظن إن التعامل هو تعامل أمني فقط. طب ما هو بيجي يفجر نفسه في الضابط اللي خارج وواقف ليله زي نهاره بيدافع عن الأرض والعرض. أول حاجة بيعمل إيه؟ من يتربص بعقول الأبناء يقول له أن هذا الضابط كافر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه مغضوب عليه من الله، وأن تلك الرسالة التي يقوم بها هي ضد الدين. طب إحنا بنعلم ولادنا إيه في المدارس؟ بنحفظ ولادنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدقت سيدي يا رسول الله. الكلام ده ولادنا بيسمعوه قليل للأسف، قليل. هذا الكلام لا ينتشر، هذا الكلام لا يقدم للأسف الشديد. معنا الأستاذ بطرس من أسوان، اتفضل. ألو ألو شيخ إبراهيم. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ إبراهيم؟ أهلا يا أستاذ بطرس، اتفضل حضرتك على الهواء معايا. طبعا أنا هتكلم هستأذن حضرتك وأقول رسالة اتعلمتها من حضرتك وتعلمتها من قداسة البابا وتعلمتها من كل الشيوخ الأفاضل. ربنا يكرمك، اتفضل. الله يبارك فيك. لما يكون في حرب في كنيسة، مقابلة حرب في جامع، مقابلة حرب في سيناء، مقابلة تقسيم للدول العربية، انا بدرس فاهم ومش مستني لما اخذ حد الشيخ يقول لي الاسلام، ان انا الاسلام ما معاش محمد واخويا هنا اللي ما يحضر معي الواجب وما يحضر في فرحي. يا شيخ احنا عارفين ان الحرب دي المسيحيه، كنيسه اتضربت، اثنين اتضربت، ثلاثه اتضربت، ده مش هتفرق معانا، ودي الرساله انا بقولها بجد والله العظيم. الشعب تحت الاعلام ما ياخدش باله، الشعب تحت متماسك تماسك. يا سيد رئيس الجمهوريه
اعمل اللي انت عايزه واحنا في ظهرك. ايوه محمد وصليب في ظهرك، مفيش حاجه اسمها كنيسه ولا جامع. في لسه في قنبله كانت هتضرب في الجامع عندكم في طنطا، مسجد اسمه سيد عبد الرحيم، والاعلان لسه متكلم عليها. صح. مهما يعملوا انا ما اقولها لك يا حافظ الشيخ، وبعد اذنك ان انا ما اتكلم، وخدت صفه ان انا اتكلم عني، انا قبل ما اتكلم في حافظ الشيخ محترم زيك. الله يبارك لك. الله، ده انتوا اللي علمتونا، وانت وكراسه البابا اللي علمتونا ازاي نحترم رؤساء الاديان بتاعتنا. الله يسعدك، اتفضل. تفتكر يا حضره الشيخ الرساله اللي عايز اوصلها لجميع الاعلام انه يستغل الكلام ده للضرب؟ صدقني ما اقول الاعلام الوحش، صدقني احنا الارضيه ما فيش حاجه اسمها مسيح ومسلم، الارضيه مكتوب عليها مصر بس. تمام، وشكرا تمام. يا حضره الشيخ. شكرا يا بطرس. والحرب مش على المسيحيه يا بطرس، الحرب على مصر، الحرب على مصر بمسلميها ومسيحييها. خلينا نقول ان الدين لا ينفصل عن الحياه. خلينا نعلم الناس ان وظيفه الدين ان يحقق السعاده للانسان. هيقول لي يا مولانا جبت الكلام ده منين؟ هقول له اقرا معي قول الله تعالى ان شئت طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يا محمد نحن انزلنا عليك القران لكي تسعد، لكي تفرح، لكي تحيا حياه سويه منظمه. ولذلك أنا لا أتعجب، لأن اللحمة الوطنية بتاعة المصريين أبدا أبدا لن تتجزأ. ويأبى الله إلا أن تظل مصر الوطن الشامخ شوكة في ظهر الأعداء. المستفاد من الكلام ده إيه؟ إن إحنا بنحاول نحرك المياه الراقدة، بنحاول نقول للمدرسة وللمسجد وللكنيسة المستهدف هذا الوطن. كلمات قداسة البابا حينما وجدنا تكالبا من الجماعة الإرهابية على حرق الكنائس، الجملة في منتهى الروعة، جملة الآن مصر بتدفع ثمنها. ليه؟ لأنهم لم ينجحوا في تفتيتنا. قال: وطن بلا كنائس، وطن بلا كنائس أفضل من كنيسة بلا وطن. ليه؟ مستحيل هيبقى في كنيسة بلا وطن. ده سيدنا إبراهيم يا جماعة قدم في الدعاء نعمة الأمن على نعمة العقيد. طبعا الكلام ده ما بيعجبش المتشددين والمتفيهقين والكلام ده. ليه؟ لأن هم بيزايدوا حتى على مقام النبوة. يقول الخليل وهو يدعو الله تعالى، يقول ربنا في كتابه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما حب يدعي ربنا لأن أخطر قضية في الوجود قضية الإيه؟ الأمن. قدمها على نعمة العقيد، قال له يا رب اديني الأمن الأول وبعدين أنا هعبدك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت المعركة وحمي الوطيس يوم غزوة بدر، وكان على كتفيه صلى الله عليه وسلم البردة الخضراء بتاعته، العباية الخضراء، أخذ يرفع يديه إلى السماء ويقول له يا رب إن تترك هذه العصابة أي الجماعة المؤمنة تهلك فلن تعبد في الأرض أبدا. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين يقفون في الصف الأول للدفاع عن دين الله، وللدفاع عن الآمنين المطمئنين من أبناء هذه الأمة. ولذلك وصف مصر لما سيدنا النبي قال عنها: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. صدقت سيدي يا رسول الله. ليه؟ كأن سيدنا النبي بيتنبأ بما سيحدث لنا. ها، أن نظل نحن أهل مصر في حالة من حالات الجهاد والدفاع عن أمتنا العربية والإسلامية. النهاردة محتاجين نتعلم من كل درس، وده ربنا اللي علمنا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أرادوا أن يشعلوا النيران كلما ازددنا تماسكا وتعاطفا، وأصبحنا كما شبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
كمثل الجسد الواحد. يجي بقى المدخل بتاعه يقول لك ايه؟ اصل احنا عايزين الدوله تبقى من خلال ديانه واحده. يا اخي اتزيد على رسول الله؟ لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤسس لدوله اقام دوله بتقوم على التنوع، كان فيها يهود وكان فيها مسيحيين وفيها مسلمين، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمي بعد ذلك بوثيقة المدينة التي سنتحدث عنها بعد فاصل قصير بأمر العلي الأعلى وهو الله، فانتظرونا. السيدات والسادة، عدنا إليكم من جديد لكي نشارك في هذه الحلقة التي نقف فيها جميعا على قلب رجل واحد كمصريين مسلمين ومسيحيين، ننتصر للتعايش الآمن، ننتصر للحرية، للكرامة، للعدالة، للمساواة، ننتصر للنفس الإنسانية التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ننتصر لمفهوم الدولة التي تريد أن يكون لها مكانة محترمة بين الأمم والشعوب. ولكن يأبى أعداؤنا أن يتركوا لنا الساحة لكي نعمل ولكي نبني ولكي نجتهد، فبغبائهم المعهود وبهذا الفكر المتخلف الإرهابي الشاذ الذي يعتمد على أموال نسميها بالأموال القذرة لأنها الأموال المحرمة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ماذا قال ربنا عن النتيجة؟ قال ربنا: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لماذا؟ لأننا أهل حق، نحن الذين نريد أن نهيئ للناس الحياة الكريمة، نحن الذين نريد البناء والتعمير، نحن الذين نريد أن نزرع الأمل في نفوس المصريين وفي نفوس العالم بأسره، نحن أصحاب الدين الذي يؤمن بالحوار ويؤمن بالآخر ويؤمن بالتعددية ويؤمن بالتعايش، نحن الذين لا نعتدي على حرمات الآخرين. ولذلك لما لهذه الدولة المصرية الأبية من أهداف ومبادئ وقيم تؤمن بها ابتداء من أصغر عامل في أي مؤسسة وانتهاء بأعلى وظيفة في الدولة وهي وظيفة رئاسة الدولة؟ نحن على نغمة واحدة، أننا لسنا دعاة هدم ولكننا دعاة بناء واستقرار وتقدم. ومن هنا لزاما علينا أن نقف هذه الوقفة مع شركاء الوطن. معايا على التليفون الصديق العزيز والعالم الكبير نيافة القس الدكتور إكرام لمعي، وهو من المفكرين المصريين ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية. أهلا وسهلا يا دكتور إكرام. أهلا بك يا شيخ رضا، أهلا وسهلا. أردت اليوم أن أسمع صوتك الذي أدعو الله تبارك وتعالى أن يظل دائما يصدح بالحق وبالاستنارة. الله يخليك. وأريد أن أسمع تعليق حضرتك على هذا المشهد الذي نعيشه اليوم وعن النتائج المترتبة على ما نراه. الحقيقة المشهد ده زي ما أنا قلت وبقول نتكرر أكثر من مرة، أنه الإرهابيين بيستهدفوا مصر مش بيستهدفوا المسيحيين، وهم بيستهدفوا المسيحيين كمواطنين مصريين علشان يحسسوا الناس بعدم الأمن والأمان، وإنه الشرطة والجيش غير قادرين على السيطرة على البلاد. وطبعا محدش هيبلع هذا الطعم، ونحن نثق في رجال الشرطة ونثق في رجال الجيش ونثق في رجال الإعلام، إن كل الناس يهمها
مستقبل مصر ويهمها الأمان في مصر، لأنه من الواضح أنه لما الجماعات الإسلامية سواء في المتطرفة سواء في سوريا أو في العراق لما سيطروا ولما حكموا لم يقفوا على أناس معينين، لكنهم كل من ليس متطرفا أو كل من هو له عقل مفتوح أو يفهم الإسلام بطريقة صحيحة كانوا بيعتبرونه من الأعداء. وإحنا شفنا بعينينا اللي بيحصل، القتل الجماعي اللي عملته داعش سواء في الموصل أو في الرقة في سوريا أو في أي مكان كانوا موجودين فيه. فأنا أرجو أن ما حدش ينخدع بهذا الكلام أنهم بيستهدفوا المسيحيين، لكن هم شايفين أنه أن المسيحيين كنقطة ضعف موجودين أو أقلية أو كده، لكن احنا واثقين انه مصر هي بلد الامن والامان، وانه الرئيس السيسي وقياده الجيش وقياده الشرطه قادره على انها تتحكم في امن هذا البلد. واحنا في كل مره بيحصل فيها الكلام ده بنصلي وبنرفع صلاه لأجل الناس اللي موجودين في مصر، لأن كل الناس بتترعب، المسلم والمسيحي بيترعبوا من استهداف المدنيين. وانت عارف يا شيخ رضا كويس انه استهداف المدنيين ليس من الإسلام في شيء، بالتأكيد، وانه ده جبن، المفروض انه ده عمل جباني، لأنه لو عمل وجه لوجه، لو عمل شجاع يواجه، يجي يواجه ويقول أنا عايز كذا وكذا وكذا ويطالب بمطالبه مهما كانت هذه المطالب، يطالب الدولة يعمل حزب ويكون الحزب ده موجود في البرلمان، يعمل جماعة ويتكلم باسمها. احنا ديمقراطيين ومستعدين نسمع ونناقش، لكن لانه ليس لديه منطق للاقناع فهو بيجي بطرق ملتوية وبيضرب في الظلام. وطبعا انت عارف انه في بلادنا في الصعيد وفي الارياف بيقول دي ضربة جبان، طبعا ضربة شجاع، الشجاع يجي بنفسه ويواجهه ويقول هو عايز منك ايه ويتحدى علنا، وتبقى الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة والرجل بالرجل، وساعتها بقى هنقول تعالوا إلى كلمة سواء، خلينا نتفق على إيه الأساس اللي على أساسه مصر تتقدم وتتطور وكذا. طبعا أنا متوقع أنه هيحصل شد جامد دلوقتي سواء من الجيش أو من الشرطة، الله يكون في عونهم. وكمان ان العلاقه بين المسيحيين والمسلمين لن تتاثر اطلاقا، لان احنا مع بعض في مركب واحد، ومتوقع انه الجيران المسلمين للضحايا اللي وقعوا سواء في طنطا او في الاسكندريه هيكونوا اول من يقفوا مع اسرهم ومع الجرحى منهم في المستشفيات، وهيكون إعلان على أنه هذا الإرهاب بيستهدف المصري بغض النظر عن ديانته أو عقيدته أو مذهبه أو طائفته. طيب فضيلة القس، حابب من حضرتك توجه رسالة للشباب المصري بمسلميه بمسيحيه. نحن نتعامل مع شخصية مفكرة مبدعة، صديقنا الدكتور إكرام لمعي. حابب النهاردة لو حابب تكلم الشباب المصري وتوجه له رسالة، وإحنا بنخوض هذه الحرب الشرسة التي يبيت لها بليل بقصد تمزيق اللحمة الوطنية، إضعاف الدولة المصرية، ماذا يقول الدكتور القس إكرام لمعي للشباب المصري؟
أنا بقول لهم لا تنخدعوا يا شباب مصر، بقول للشباب المسلم لا تنخدع بتفسيرات المتطرفين لبعض الآيات الموجودة في القرآن أو الأحاديث التي تقطع من سياقها ومن خلفيتها التاريخية ومن أسباب النزول، وبيقدموها لكم وبدون دراسة حقيقية عميقة لتاريخية هذه الآيات وظروفها وأسباب نزولها. لابد أن تدركوا أن هذه الآيات كانت في ظروف معينة، وعندما انتهت هذه الظروف تصبح هذه الآيات في ظروف مشابهة، يعني في زمن كان هنالك أعداء واضحين للإسلام، وهؤلاء الأعداء كان لديهم جيوش وبيعتدوا على المسلمين. صحيح. وبالتالي كان هناك ضرورة أن تنزل آيات تقول لهم أنهم لازم يدافعوا عن الناس الذين طردوكم من دياركم. نعم. وهكذا. فلازم الشباب ده يفهم كده، يفهم هذا المعنى. حتى طيب، في الكتاب المقدس عندنا بنرجع للخلفية التاريخية للآيات علشان نفهمهم. طيب. أن في حاجات لازم تتفسر بالطريقة دي. أما الشباب المسيحي أقول لهم أنكم لازم تدركوا أن دي مصر بلدنا، وأن احنا مستعدين نموت لأجل مصر، ده حاجة طبيعية جدا. دي المسيحيين طول عمرهم بيموتوا لأجل الوطن في حرب 67 و48 و67 و73. صحيح. وهلما جرى الدم المسلم مع المسيحي، وأن احنا بندفع ثمن الأمن في مصر وبندفع ثمن التقدم في مصر لما احنا كشباب مسيحي وشباب مسلم نتفاعل مع بعض ونتحد مع بعض ضد هذا العدو الجبان. انا بشكرك يا دكتور اكرام على هذه الكلمات وهذه الرسالة الواضحة التي لا يعتريها لبس. دكتور اكرام، انا حابب النهاردة ان صوته يطلع ويتكلم لما له من مكانة وقامة فكرية، وعايزين نقول هذه هي مصر، وهؤلاء هم رجال الكنيسة في مصر، وبكل الحيل التي يستخدمها الإرهاب الأعمى الغاشم المدعوم، وأنا أصر على أن ما يحدث في بلادنا ليس نتاج الداخل فقط، يمكن بيستخدم في بعض البسطاء، أو مش هقول البسطاء، الأغبياء الذين باعوا هذا الدين وكفروا بهذه الحياة وكفروا بنعمة التعايش الآمن. للأسف أنا مصر على أن ما يحدث إنما هو بدعم من بعض من يكيد لهذه الأمة ولهذا الوطن. شمعنا دلوقتي فيه المكائد؟ لأن مصر من خلال يوم 30/6 حينما خرجت على قلب رجل واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، خرج المصريون إلى الشوارع والميادين، الكل بيدافع عن أمنه وأمانه وعقيدته، الكل بيرفض الطائفية، بينكر المذهبية البغيضة، بينكر هذه التيارات الإرهابية. فأحرج المصريون العالم بأسره، ربما العالم أصيب بذعر لم يستطع أن هو يستوعب المشهد، إزاي يخرج 33 مليون في الشوارع والميادين ينادوا بالدولة المدنية، بالعدالة الاجتماعية، بدولة المؤسسات والحريات، مش دولة المرشد ولا الشخص ولا التعاليم التي تأتي من الخارج. هنا لما ثار المصريون ثورتهم غضبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، استطاعوا أن يغيروا وجه العالم بأسره، وأن يعترف العالم بهذا المشهد. وكلنا شفنا زيارات رئيس الجمهورية انتهاء من دول الاتحاد الأوروبي، انتهاء
بالزيارة الأخيرة الناجحة للولايات المتحدة. فإحنا محتاجين أيضا ندرس السلوك القائم النهاردة. معنا الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب والسلوكي، علشان نسمع رأي العلم، لأننا مؤمنين بالمنهج العلمي. مرحب بك يا دكتور. اهلا بيك يا ابراهيم، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ منور الدنيا. ازاي سعادتك يا فندم؟ ده نور حضرتك يا فندم، الله يكرمك. وانا بشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله. ربنا يعزك يا دكتور. وانا حابب النهارده ما فوتش الفرصه الا لما اسمع تعليق عالمنا الجليل وطبيبنا على فكره كيف يتم تجنيد الشاب، وان انا اقدر اغير له البنيه الثقافيه بتاعه دماغه والعب في راسه زي ما بيقولوا، واخليه يتحول من مواطن صالح وشاب عايز يستكمل رحله الحياه ويتزوج ويكون اسره الى ان يصبح نيرانا تشتعل في الوطن. نعم يا فندم، هو الحقيقه يا شيخ ابراهيم الشباب عندنا اللي هم نتاج الطفوله ونتاج المراهقه، يعني هي مراحل نمائيه بتبدا بالطفوله وتستمر للمراهقه ثم الى الشباب. عدم الاشباع وعدم الارضاء النفسي منذ الطفوله، يعني دايما كنا بنتكلم شيخ ابراهيم على يمكن الناس عارفين دايما بنتكلم على المرحله مثلا الفنيه والمرحله القضيبيه، انه الطفل بيشبع نفسه عن طريق وضع اعضاء صباعه مثلا في بقه او الى اخره. ثقافه عدم الاشباع عندنا منتشره جدا، بمعنى ان الطفل لما يحط صباعه في بقه، مع ان دي فطره التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، احنا بنمنع تقول شيل يا حبيبي صباعك من بقك، ما تحطش ايدك في المنطقه الفلانيه. نحن يعني طبعا التاديب، هناك فرق او شعره تفصل بين التاديب وبين الدور على المرحله الفسيولوجيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا. حتى طريقه التعامل لما جاء سيدنا علي، طبعا معلش اسمح لي وفي وجود حضرتك كعالم الدين، لكن انا بستمد ما اعرفه من بعض المقولات مشايخنا والصحابه، لعبه سبعا وادبه سبعا، وحضرتك تعرفه طبعا، لعبه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا. نعم. حتى هذه لا نتعامل فيها الميثودولوجي او الطريقه التي امرنا والتي شهدت بها كل الكتب العالميه انه فعلا في المرحله السبع سنوات الاولى لن تستطيع ان تصل وتلج الى مخ الطفل الا عن طريق ملاعبته، بس عن طريق القصه او الغنوه او الرقصه او الضحكه، كل ما هو غير تقليدي يفعله الاباء فيصل الى الابناء. فعندنا مشكلتين بناء على هذا الكلام. المشكله الاولى الميثودولوجي او طريقه التوصيل ليس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان العلماء السابقين في الخيره مما سبقونا، كانوا يتبعون طرقا تتناسب مع تقبل الاولاد في اعمارهم المختلفه للمعلومه، سواء مصاحبه او ملاعبه او تاديبا الى اخره، دي الطريقه. اما النقطه الاخرى فهي ايضا ملائمه المرحله الفسيولوجيه والنمائيه، انه انا في المرحله دي احب الاشباع عن طريق ان تحضنيني يا امي، عن طريق ان تقبلني يا ابي، عن طريق ان تقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا في مرحله اخرى، على ان تصاحبني وانا مراهق ومتمرد وغاضب او ثائر او غير مقتنع براي معين، ان تصاحبني فتاخذني، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي تشتري وتسمع مني وبعدين بعد كده تقول لي رايك. كل هذه فيها اخطاء يا شيخ ابراهيم. طيب انا يا دكتور ايهاب انا عايز برضو حضرتك اركز على نقطه، ازاي يقدر من يجند هذا الشاب ان هو يخليه يكفر بفكره الحياه ويتحول الى اشلاء ظنا منه بعد ذلك انه سيدخل الجنه وسيجد الحور العين وسيجد ان السماء فتحت ابوابها لهذا الشيء. نعم. اللي هو يعني بيوصفه على انه شهيد. أيوة. وطبعا احنا عارفين توصيفه انه منتحر. نعم نعم بالظبط بالظبط. هو حضرتك ده بيعكس فعلا زي ما بنقول ساعات الافلاس التربوي، انه على مدى هذه السنوات، استكمالا لما كنت اقول يعني وتاكيدا لكلام حضرتك، على مدى هذه السنوات لم نفلح، بل افلسنا بطرقنا الغير ماهره والاساليب اللي ما فيش يعني نوع من انواع ادراك الاباء في مجتمعنا، وده اللي عايزين نتعاون مع حضراتكم فيه، ان احنا ازاي نعلم الاباء مهارات توصيل المعلومه او الفكر. يعني انا بقول اللي حصل النهارده ده بيعكس شيء، انه لم ينجح اب او ام، بل نجح اخرون في اقناع فعلا زي ما حضرتك تقول السوفت وير اللي قدروا يدخلوه برغم السنين كلها، انه في الاخر حياتك دي كلها
التي ذهبتها الله سبحانه وتعالى، وباباك ومامتك فضلوا يحموك ويأكلوك ويشربوك وينموك، على فرق كبير بين الجهاد في سبيل الله وبين أن كانت تبيع قضية نتيجة لأنك محبط ومكتئب ولم تجد من يقتنع بك. ففي النهاية يتساوى الاثنان، أنت ترى أنك زي ما حضرتك بتقول أنه أنت كده هتروح للجنة والحور العين، وده معناه أن أنا فعلا أصبحت الحياة بالنسبة لي برضو فرق بين الإيمان أننا مؤمنون بأن الحياة لا تسوى أي شيء وأن الآخرة هي إن شاء الله المآل ونهايتنا ونتمنى أن تكون في الجنة، وبين أنك أنت تذهبها انتحارا وهروبا من أنك أنت اكتئبت ووصلت إلى مرحلة أنه لا فائدة ولا أمل في العمل الإيجابي وفي خدمة المجتمع وفي أن أكون أسرة وفي أن أربي ابنا وفي أن يسمع لي أب وفي أن تحتضني أسرة. أنا لم أجد الاحتضان في الدنيا كلها إلا على يد واحد يدخل. على فكرة يا شيخ إبراهيم، أنا ما أعلمه أن تدخل الدول الأجنبية في تدريب من يدربون هؤلاء على أعلى قواعد علم النفس وأعلى قواعد مش كده يا فندم؟ صح. وعلى أعلى قواعد التنويم المغناطيسي والتكنيكات التربوية المعقدة علشان يسحروا للشاب اللي هو فعلا فشل الآخرون معاه، أقول له يا حبيبي تعالى أروح جايبه كده كأنه بإشعاع وجيبه وحطه في دماغه اللي أنا عايزه، ثم تكون النتيجة كما ذكرت وكما رأينا. يعني الاستغناء عن جسده الذي هو نعمة الله سبحانه وتعالى، وكما قيل في الحديث يعني الإنسان بنيان الله ملعون من هدم، هو هدم نفسه ولم يهدم الآخرين كمان، فهو استغنى عن كل شيء، وده يعني معناه فشل رهيب وإفلاس تربوي رهيب، وأنا لم أقتنع بذاتي، حتى ذاتي لم أقتنع بها، وبالتالي أحسن شيء ممكن أعمله في حياتي لم أتميز ولم أخدم ولا أستطيع أن أخدم، فالأفضل أن أنا أخدمهم بقى بطريقة تانية، أنسف نفسي نفسا وبالتالي تحت اسم أي قضية أتلصم فيها والزق فيها. أنا بشكر حضرتك، اتفضل لو عايز تكمل. لا أقصد شيخ إبراهيم أنه يعني في نهاية المطاف كل إنسان إيه اللي يخلينا نستمر في حياتنا؟ إن الشيخ إبراهيم عنده رسالة بيخدم بيها المجتمع، أنا عندي حتة في زاوية بعرف أتكلم فيها وبشعر بلمس إن أنا فدت الناس، إنما من هؤلاء هم من لم يشعروا أنهم أفادوا أي أحد. عارف يا دكتور إيهاب، اتفضل يا فندم. اتفضل أنا بقى إبراهيم. إحنا وإحنا كفريق حتى بنعمل في الحياة وبنحاول نقدم المحتوى اللي بنشوف إن المجتمع محتاج له، يمكن الحلقتين آخر حلقتين ليا في البرنامج حلقة عن نبذ العنف، كيف ننبذ العنف، وصلنا فيها لأن حتى الغيبة والنميمة عنف، ده ربنا اللي قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كانت الغيبة عنف والنميمة عنف والكذب عنف، النهاردة يا دكتور يمكن وإحنا بنتكلم مع بعض مش عايز الشكل اللي هو المعتاد، لكن حابين نتكلم إزاي حتى السلوك بتاعنا بدأ يختلف. لما بنيجي نفرح بنفرح بالموسيقى الصاخبة، لازم الدي جي يقلب الدنيا، يبقى الشقة جنبك على بعد متر فيها عزا والراجل ميت وبناته قاعدين يعيطوا، والباب اللي جنبه علشان يفرح مشغل الدي جي على أعلى درجة فيه، علشان ولادنا يلعبوا في الشوارع يا دكتور إيهاب استخدام اللي هي المفرقعات الشديدة، الواحد يبقى رايح يصلي والعربية، أنا أتذكر مشهد مرعب لي أنا وولادي قاعد جوه السيارة ولاقي كمية من المفرقعات، حد حدفها من بلكونة دخلت جوه الإزاز، حالة من حالات الترويع تحت بند إن إحنا لازم نفرح. أنا بعتقد إن إحنا بحاجة إلى إعادة رسم خريطة جديدة للسلوك علشان نقدر نجنب نفسنا ونجنب مجتمعنا الرذيلة، لأن الرذيلة مش أنا بنتهز بالضبط يا فندم، أنا آسف للمقاطعة والله. لا اتفضل، فرصة كلام حضرتك، ولازم السلوكيين أو يعني كل العلوم الدنيوية الوضعية تتعاون مع الدين، يعني أتعاون أنا والشيخ إبراهيم وكل زملائنا من الجامعة ومن كبار رجالات المجتمع في مصر، إن إحنا فعلا زي ما حضرتك قلت هو الحل الوحيد، هو القصه كلها المشكله في الدماغ، المشكله في السوفت وير، المشكله فيما دخل في الدماغ. فهؤلاء اللي حبايبي اللي اما دخل على مدى سنوات زي ما حضرتك بتقول العنف بصور، حتى الفرحه داخله بعنف، حتى الفرحه داخله بعنف، لابد فعلا من اعاده صياغه ده سواء في دورات
دكتور إيهاب، أنا عايز انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دور الأب إلى مدى، إلى أي مدى دور الأب له تأثير قوي في أنه يخرج لنا الابن الصالح اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه امتداد للأب؟ إلى أي مدى الأم المصرية النهاردة مسؤولة وهي تربي؟ وأنا يمكن في مرة من المرات قلت إن الولد اللي فجر نفسه في البطرسية بيعلمنا حاجة مهمة برضو، بيعلمنا فين الرسالة بتاعت الأسرة وفين الرسالة بتاعت المؤسسات. ويا ترى احنا لسه هنعتمد على إننا عند كل حادثة نتكلم، ولا يبقى عندنا شرايين بنقدر من خلالها نبعت رسائل التسامح، رسائل الأمل؟ على فكرة الولد اللي بيعمل كده اولا بيتم بتره من اسرته، لانه بيحاول يقول له ابوك كافر وامك كافره ودول زنادقه ومبتعدين عن الهدي وانت الوحيد اللي فاهم ورشيد وعاقل. الى اي مدى الاب لازم يحصن الابن؟ الام لازم يبقى لها دور، ده اللي انا حابب برضو حضرتك تاكد عليه للساده المشاهدين. انا بالظبط يا فندم، انا بامن حضرتك استاذ ابراهيم امانتين. الاولى انه طبعا احنا بنعزي اهالي الموتى وهم اخواتنا فعلا، والاسلام عمره ما كان كده اطلاقا، بالعكس. الامانه الثانيه انه حضرتك يعني انا وحضرتك وكل زي ما قلت زي الدول المتقدمه، يعني لابد قبل الزواج من الاشتراك. لا انا بقى عايزه يعني احقق اللي بيقوله الشيخ ابراهيم فيه، اللي هو ازاي نوصل للاباء بشكل رسمي من الدوله انه يشترط بعد كده. مش عايزه اصعبها والله، بس بالنسبه للزواج لضمان اخراج ابناء صالحين واباء يؤدوا اداء، عشان ما يكون ممكن برضو فعلا الاداء خاطئ من الاباء والامهات، ان احنا يبقى في شهاده انك انت تستطيع الزواج. يعني احنا مش ما بنضيفش طبعا على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا على الدين، بس ضمانه. يعني احنا زي ما حضرتك قلت كلكم مسؤول وكلكم مسؤول ضمن منظومه الرعايه، انه الدوله تدينا حق انه بعد كده بجد الزواج يعني انا بس حاصل على كورسين ضعيفين بسيطين في مهارات الزواج. انا كنت عملته حضرتك في جامعه عين شمس، حاجه اسمها اداره الزواج الناجحه، محددات الاختيار ومهارات الاستمرار. وحضر والله ناس من المتزوجين وغير المتزوجين والمتقدمين للزواج وافادوا من هذا كثيرا. فبالتعاون مع دار الافتاء او مشايخ الازهر او اي مؤسسه دينيه معتبره في الدوله يعترف بيها، انه يعني صعب ما نيجي نكتب كتاب يبقى في ورقه صغيره بس، انه تلقى دوره صغيره في تربيه الطفل او في مهارات حتى الزواج. لانه حضرتك احنا بنبقى طالعين شايفين بابانا ومامتنا بيتخانقوا، في عنف شديد في البيت وعنف معانا، وزي ما حضرتك قلت بعد كده نبص على الجيران نلاقيهم كمان مشغلين اعلى صوت العنف، زي ما حضرتك قلت في الكلمه في الفرحه في التهريج في عنف، علشان نمتص احنا العنف ده من خلال الدورات دي، عشان ما نخرجش للمجتمع مثل هذه اللي انا بسميها يعني شخصيات عشوائيه. والمؤسف ان هم يحسبون انهم يحسنون صنعا لان هم كده شهداء. اعتقد طبعا ده في علم الله، لكن انا اعتقد اطلاقا حضرتك اللي ترد عليك ده هذا بعيد تماما عما امر الرسول عليه الصلاه والسلام والسنه والشرع الكريم. انا بشكر سيادتك دكتور ايهاب، وبعتبر ان كلماتك ما هي الا رساله واضحه للاسره المصريه وتحميل للمسؤولية. وزي ما بنقول دايما يا جماعة، كما قال الله لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، وأتمنى دائما وأبدا أن نلتقي على طاعة الله. والحقيقة أنا حابب ليه أسمع من الدكتور إيهاب، لأن ده بيعلمنا إحنا كفريق بنحاول نشتغل على تنقية الفكر من إننا نبين للناس الحلال من الحرام، الحسن من القبيح، الخير من الشر. ده بيعلمنا أيضا إن إحنا لازم نشتغل بروح الفريق، سواء الطبيب النفسي، سواء العالم الأزهري المستنير، سواء رجل الدين القس في الكنيسة. كلنا لازم نشتغل بمنظومة واحدة، بأداء واحد، على قلب رجل واحد، كما كان تعليم النبي. ليه أنا عايز الصورة دي تظهر النهاردة؟ لأن ده مهم، لأننا بكده بنقطع الطريق وبنعمل على تكفيف منابع الإرهاب. الإرهاب بيبدأ بلفظ، الإرهاب بيبدأ بكلمة. لما ابني يروح المدرسة ويقعد جنب طفل فيقول له أنا جورج،
فيجي لي يقول لي يا بابا ده جورج قاعد جنبي، فاقول له ايه؟ اوعى تتعامل معاه، اوعى تكلمه ابدا. اقوم على طول رايح على الفكر المستنير الى كتاب ربنا وسنة نبينا. ايه هو الحد اللي ربنا رسمه؟ ده اللي هنقوله بعد فاصل قصير، فانتظرونا وسنعود اليكم بامر العلي الاعلى وهو الله جل وعلا. السيدات والسادة، عدنا إليكم من جديد نستكمل ما قد بدأناه من الدين والحياة، تعليقا على حرمة الدماء وعصمة الدماء ومكانة التسامح والتعايش المشترك الذي نتطلع إليه جميعا. الحقيقة زي ما الأجهزة الأمنية بتعمل ما يسمى بالاستنفار الأمني، إحنا النهاردة حبينا نعمل لحضراتكم ما يسمى بالاستنفار الفكري، إن إحنا نبحث عن الأصوات المستنيرة قادة الفكر والرأي في كل مجالاتنا لكي نخلص من خلالها إلى أننا بحاجة إلى أن نمد يد العون إلى كل مناطق مصر، إلى كل بقعة في مصر. الفكر المستنير لازم يبقى في النجع وفي القرية وفي المدينة. النهاردة أيضا بستضيف على الهواء مباشرة عبر الاتصال التليفوني عالمة جليلة، كلنا بننتظر إن هي تطلع على الشاشة دايما وتكلمنا، إنها الباحثة الدكتورة نادية عمارة، جزاها الله خيرا. أهلا بك يا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلتك. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابب أسمع تعليق حضرتك على مشهد اليوم، وكيف نستطيع أن نواجه هذا الفكر المتخلف البعيد عن نهج الوسطية والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. الأول أنا بخالص تعازية القلبية لينا كلنا، لمصر كلها، وخالص التعازي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينصر بلدنا، أسأل الله أن ينصر بلادنا. والحقيقة بس اللي أنا يعني قبل ما أتكلم عن فكرة أنه الفكر، الحقيقة أنه هؤلاء ليس لهم فكر، عشان أنا أعتبرهم ناس لهم فكر، إنما أنا بشوف هذه العمليات الإرهابية الخسيسة السوداء اللي استهدفت الكنائس اليوم، سواء ماري جرجس أو الكنيسة المرقسية أو ما استهدفوه قبل ذلك، إن دول فئة باغية متآمرة، أو هي أيادي هذه القوة اللي كلنا نعرفها بتستغل هذه الثغرات عند هؤلاء الشباب. لأن حضرتك لما بتجيب أي حد منهم تتناقش معاه لا تجد أساسا فكريا أصيلا تقدر تعتمد عليه في بناء فكر، منظومة فكرية، إنما هي استثارة حماس الشباب بأوهام. لأن إحنا برضو الحقيقة أثرنا مع هؤلاء الشباب لفترات طويلة، لم نغذي هذه العقول بما يجب أن تغذى به، فبالتالي استغل. فالحقيقة إن دي يعني فئات باغية، والحقيقة أن أنا مرارا وتكرارا أنادي فضيلتك بأنه لابد من تطبيق حد الحرابة، لابد من تطبيق حد الحرابة. دول أنا مش هقعد أناقش بس دول، لا أناقش مين؟ دول باقة من المجرمين، يعني عاملين زي العصابات اللي بتسمع عليهم في بعض بلدان العالم، تقتيل وتذبيح واستيلاء على الأراضي ونهب خيراتها ورعب الناس. ايه الفكر اللي عند دول؟ اصل احنا لما انت عارف ايه يا فضيله الدكتور، لما دايما بنقعد نتناقش اصل الاديان السماويه كلها نادت بالسماحه، ده شيء معلوم معروف، انما دول مجرمين. هل انت بتتناقش مع المجرم اللي عنده استعداد يصلح من سلوكه؟ انما المجرم لابد له من تطبيق حد الحرابه، ولابد ده يناقش في مجلس الشعب. شوفوا ازاي هنوصل لقوانين حاسمه ضد منفذي. طبعا الناس هتقول ده ناس فجرت نفسها، لكن في منظمين وراءهم، ما هم دايما بيستغلوا هؤلاء الشباب اللي بيلقوا حدفوهم دول كده، ما هماش وفاهمين انهم رايحين على الجنه ورايحين للشهاده، وما وراءهم ايادي كثيره منظمه، سواء هذه الايادي من بلادنا او من غير بلادنا، لانه اكيد بالاشتراك بين الاثنين الحقيقه يعني. طب العداله النجزه ده مطلب حضرتك،
وأنا متضامن مع حضرتك في أن العدالة الناجزة هي من أول أساليب المواجهة مع هؤلاء. إحنا عندنا شكل معين لطريقة معينة في التقاضي للأسف الشديد، ممكن نكون نسينا الجريمة ونسينا الحادثة ونسينا الواقعة ومداولات والكلام ده. هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي تمكننا في أن نحقق العدالة الناجزة لكي نحقق الردع؟ لأن كلنا عارفين أن الشريعة الإسلامية حينما أتت بالأحكام كي تكون زواجر وجوابر، هل حضرتك نعم. تميلي إلى إعادة النظر في هذا؟ نعم طبعا لابد، يعني زي ما حضرتك بتقول إحنا هنناقش نناقش الفكرة، الحركة الفكرية في حركة رواج هذه الأيام، لكن ما ينفعش بالفكر فقط، لابد في قانون. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى إن لما قال وجه، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وفي أكثر من كده فساد؟ حط القانون، حط القانون. وهذه الآية آية الحرابة لم تكن وحدها لمحاربة الانحراف الفكري، إنما جاءت لمحاربة الانحراف السلوكي. وجاء القرآن في عمومه وفي جميع الوحي الشريف من القرآن الكريم والسنة النبوية لتعديل الانحراف الفكري والعقدي وكذلك الانحراف السلوكي، بوضع الحدود اللي هي زي ما حضرتك تفضلتم وقلتم ان دي زهد. فإحنا اين نحن من هذه الزواجر؟ تمام، اين نحن من هذه القوانين التي لابد ان تفعل وتبقى لها ان شاء الله تكون لها محاكم خاصه؟ لان ده فانت حضرتك بتزعزع استقرار وطن. وبعدين بنقعد نتكلم أصل سماحة الإسلام، أصل سماحة المسيحية، لي أنا معترض على هذا الخطاب. نعم. ليس وقت ذلك الخطاب. نعم. نحن أمام مؤامرة دولية ضد مصر. نعم. للأسف بنستغل فيها بأصابعنا بأيدينا. وروحوا راجعوا بروتوكولات صهيون، وروحوا راجعوا المؤامرات والكتب اللي بتتكتب، كله واضح الناس دي أين هي بتعمل إيه. الناس دي بتتكلم بمنتهى الصراحة. طب يا دكتورة نادية، معروف ان مصر مستهدفة يا سيدي الفاضل. اما لو جئنا الى النصوص اخي الفاضل، فالنصوص كثيرة في زجر مثل هذه الافعال، اكثر من انه النبي عليه الصلاة والسلام يكون خصيم من ادى ذميا ومن قتل ذميا. النبي ده النبي اتكلم فيما هو اهون وابسط بقى، مش القتل وزهق الارواح، انما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فقال من ادى ذميا فقد اداني. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم من سمع يهوديا أو نصرانيا فله النار، أي أسمعه ما يؤذيه. ده بس في الكلمة، ده بس في النظرة، ده بس في الإساءة. فالنصوص كثيرة بمحاربة التشدد والإرهاب الفكري، لكن إحنا في الحقيقة هو مش إرهاب فكري فقط، دي ناس عندها انحراف سلوكي، ناس مجرمة. هذا الإجرام لابد أن يواجه بقانون رادع، وأنا نزلت بيان خاص بهذا الأمر وطالبت فيه بتطبيق حد الحرابة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوطاننا جميعا. لكن لابد من الحراك الفكري والحراك العملي، مش هنقعد نتفرج بس على أن احنا بنتكلم وبنتناقش مع ناس مجرمة مسكلت السلاح، ناس عمالة تدمر وتخرب البلاد وتؤذي العباد. قالوا بكلمة الله بدون فجرة. دكتورة نادية، حضرتك في معرض سياق كلامك قلتي نحن قصرنا طويلا في أن نصل إلى هؤلاء، كنت تقصد إيه بالعبارة؟ حابب أنك توضحيها أكتر يعني. طبعا أقصد شيء واضح واتكلمت فيه قبل كده يا أخي الفاضل، اتكلمت في قضية أن إحنا همشنا الدين لفترات طويلة، ومعروف الفترة اللي أنا بقول إحنا همشنا فيها الدين، كنت حضرتك ترى برامج الدين على استحياء، 5 دقائق 10 دقائق، صح. مفيش مساحة لعرض القيم الدينية السمحة اللي المفروض تاخد وضعها مها على المذياع وعلى التلفاز. أنا لا أتكلم على المرحلة الحالية، إنما أنا أتكلم على مراحل سابقة. وبقى الدين مش يجد الوضع اللي المفروض إن إحنا يكون عليه، أدى إلى أن إحنا بقى فيه أجيال متعاقبة لا تعرف عن الدين شيئا. بعد كده
استلقى هؤلاء الشباب، انت عارف بقى الاصحاب الحركات، وتعالى بقى يكلموهم بحمية وبحماسة الحديث عن الدين وما شابه ذلك، استقطبوا هؤلاء الشباب اللي احنا اصرنا من الجهة التعليمية فما فيش يقدم الدين على الصورة اللي المفترض يقدم عليها من الجهة التربوية والتعليمية، وانا أأكد قوي على قضية التربوية والتعليمية، وكذلك لم تجد ذلك لفترات وسنوات طويلة جدا على شاشات التلفاز لما بدأ يظهر التلفزيون وياخد وضعه، ولا حتى على المذياع ما عدا الإذاعات المتخصصة الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. لكن أنا بتكلم على جهة العموم، لم يكن هناك اهتمام، وبالتالي كان طبيعي إن يأخذهم للسكك الثانية أناس آخرون لم يتخصصوا ولم يفقهوا هذا العلم، وأخذوا القشور وتركوا جوهر العلم، إن ما فيش نسق يا دكتور. حضرتك تعلم أن العلم مناهج علمية ونسق عام، الطالب والمتخصص بيتلقى المنهج العلمي قبل أن يتلقى صنوف الكتابات والكتب والعلماء والفقهاء، إنما بياخد مناهج بتنظم فكره، بيعرف ياخد ايه وما ياخدش ايه، بيعرف ازاي يمارس العملية العلمية النقدية، يترك ايه ويأخذ ايه، ده متخصص في ايه، رعاية من تأخذ منه المعلومة الدينية ورعاية الحقبة الزمانية والمكانية اللي عاشها. انما انت دلوقتي بياخد اي كتاب يقرأ له كتابين ثلاثة ويطلع يستثير حمية وحماس الشباب وياخدهم للطريق اللي احنا كلنا عارفينه، وبعد كده بنقول ولادنا فين؟ ما هو اصل ده كان بايدينا مش بايدين حد تاني. ده صحيح يا دكتور. هذه الثغره واستغل هذه الثغره، هذه الايادي اللي تتبع قوى عالميه لتدمير مصر، ومعروف ان مصر ذات قوه، ومصر دي واقفه جنب مين؟ مين اللي جنبها من هنا ومين اللي جنبها من هنا؟ ومعروف ان مصر بلد محوري، ومعروف ان مصر بلد ذات وضع جغرافي مهم، ووضع تاريخي مهم، ووضع إقليمي وعالمي مهم. الناس دي عندها رؤية حتى لما تيجي تدمر، مش بس عشان الدكتورة نادية مع فكرة نظرية المؤامرة، لا ده أنا معاها ومعاها، ومع برضو إن أنا الكيس من دان نفسه. نبدأ بإلقاء اللوم والعتاب على أنفسنا، أين مواطن التقصير لعلاجها؟ والمواطن لا تكمن فقط في شعارات تجديد الخطاب الديني ولا في شعارات تجديد الفكر، إنما كذلك في تعديل هذا السلوك بالقوانين وغير القوانين لردع هذه الأفعال التخريبية السوداء الحقيقة. دكتورة نادية، ومعلش أنا بعتذر يعني انفعال الإنسان، لأن يعني الواحد لما يصحى الصبح يلاقي وطنه كده داني باكي، الناس في أعيادها بتصلي، الناس في أعيادها عايزة تفرح وتنبسط، للأسف اللي تبص تلاقي بنتها فقدتها، واللي يلاقي ابنه مش لاقيه، واللي يلاقي أمه ماتت، يعني حاجات يعني لابد أن يعني أن الناس تعرف أن إحنا وإحنا هم متخصصين في الدراسات الإسلامية، ولا يمكن أن نرضى عن هذا التصرف، عن هذه التصرفات، ولا يمكن أن نقبلها أنها سلوكا دينيا. عشان كده أنا برفض رفضا تاما وباتا الحديث عن سماحة الإسلام، لا معروف سماحة الإسلام، هؤلاء مجرمين، لا تصنفهم إلا أنهم مجرمين يعاملوا في هذا الإطار. دكتورة نادية، هؤلاء كما وصفتهم حضرتك هم مجرمين، لكن القضية اللي لازم نواجهها أن على الأراضي المصرية بعض للأسف ضعفاء الفكر ربما بينساقوا، بدليل أن النهاردة لما لقي الولد ده راح عمل كده، واللي قبل كده بتاع البطرسية اللي كان من الفيوم، ده بيعلمني حاجة مهمة. احنا دايما مؤمنين بان كل محافظة بيبقى مسؤول عنها مدير امن، لما بيحصل تقصير امني على طول بتبتدي المحاسبة للقائم على الامور الامنية. عندنا مناطق معينة في بلدنا للأسف احنا مش عارف في غفلة عنها، الخطاب المتشدد بيستشري فيها، هناك نوع من انواع يعني التعامل بلا مبالاة، ما بقدرش أحاسب حد على إن هناك بؤرة إجرامية تكفيرية، وكلنا عارفين إن في مناطق بعينها. المناطق دي أنا يمكن كان ليا تجربة يا دكتورة نادية مع المجلس القومي للمرأة، لففوني 27 محافظة، ما كناش بنقعد في أماكن مكيفة. أنا أفتكر إن إحنا في وادي فيران رحنا قعدنا جبنا شوية صخور وقعدنا في وسط الستات 3000 سيدة، وقعدنا نتكلم
عن الإسلام وكيفية تربية النشء والكلام ده. بعض المهمشين للأسف الشديد اللي احنا ما بنحاولش نتواصل معاهم، وده اللي خلاني سألتك عن فكرة ان احنا قصرنا طويلا، هو مش شايف ان حد مهتم بيه، فبالتالي للأسف بيبقى الإيد الأقرب ليه إيد العدو. أنا بشكر الدكتورة نادية على هذه الرسالة الطيبة، وربنا يبارك فيك يا رب، وبحضرتك وبأمثالك وبعلمائنا وبالأزهر وبالكنيسة. أنا متأكد إن الحالة اللي مصر بتعيشها دي بوادر نجاح. طبعا الكلام ده هيبقى يعني صادم للناس، عارف ليه ده بوادر نجاح؟ لأنك قدرت تدخل عش الدبابير في جبر الحلال، في سيناء اللي كان منتظر أن تكون فيها الإمارة التكفيرية مش الإسلامية، ها، ولكن استطاع أبناء مصر من اللي هم طالع من القرية ومن النجع ومن الريف. هو الجيش المصري ده مين؟ ابني وابنك، ابن محافظتي وابن بلدي وابن الشارع وابن العمارة اللي أنا فيها. استطاع أبناء مصر أن يقدموا أرواحهم على طبق من ذهب دفاعا عن الأرض والعرض. يا أستاذ، يا اتفضل يا دكتور إبراهيم. أنا يعني أنا طبعا شاكرة لحضرتك، تحليلك الطيب ولغتك الهادئة. يمكن حضرتك ما شاء الله على حضرتك يعني تمتلك أعصابك أكثر مني. أنا بعتذر على حالة الغضب اللي هي بتجتاحني الحقيقة من منذ الصباح، منذ لحظات الصباح الأولى مع سماع أول خبر. لكن أقول لحضرتك حاجة كده، مش هطول على فضيلتك، إنه هما بيتكلموا على الجيش المصري. أنا ابنة واحد ممن عملوا بالقوات المسلحة. أنا والدي رجل تجاوز 81 عام، وكان من المحاربين القدماء، وحضر 67 وحضر 73، وعندي في عائلتي كذلك من أبناء كلنا يا دكتورة من حملة القرآن الكريم. اللي الناس برضو عشان بس يعني هما بيتكتلوا على الجيش بطريقه يعني غير مفهومه الحقيقه. يعني هنستورد جيش مثلا، هو مش عاجبهم الجيش المصري، هنستورد لنا جيش مثلا؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ انت اختلفت احاله القضايا السياسيه الى قضايا دينيه نقمه كبرى. قسمت في ذات يوم من الايام الصف الاسلامي، وحضرتك تعلم هذا من خلال استقراء التاريخ الاسلامي. صحيح. تحويل القضايا السياسيه، انا ممكن اختلف مع حضرتك سياسيا وغيري يختلف معي سياسيا، ما لم يخرج علي بسلاح، فإن خرج علي معاديا قاتلا لابد من ردعه ولابد من رده. أما تحميل أنك أنت تحول أنك مختلف معي سياسيا فتقسم الشعب النصين وتقعد تخلي الناس تقتل في بعضها وتقول لي أصل دول الجيش اللي معرفش كذا. الجيش ده بيخرج ناس محترمة كتير على فكرة. الجيش ده اللي أنا عايز أقول لحضرتك، أنا تربيت في مسجد في مدينة الإسكندرية كله سلاح القوات البحرية وكله من حملة القرآن الكريم، وأسماء كبرى موجودة في بلدنا دلوقتي من حملة القرآن الكريم من كبار ضباط القوات المسلحة. يعني إيه الجيش المصري؟ معرفش كده. الله، إيه الكلام الفاضي ده؟ وترويج هذا الأمر ده يعني أنا مش عايزة أقول بخيانة للوطن، ده خيانة صريحة، مش عايزة أقول، ده خيانة صريحة للوطن. تحليل الأمور وتلبسها على غير المراد، ده دي ألاعيب. اختلف يا سيدي سياسيا، أنت موافق على سين ومش موافق على صاد، براحتك. لكن إن أنت تخرج علي حامل السلاح، لا شو، لا متأسفين، سيجابه ذلك بالرد عليه. دكتورة نادية، إحنا يمكن الحديث معك يطول، ولكن نتيجة لأننا هنخرج لفاصل، يعني أنا بشكر حضرتك وبشكر كل من يدعم أمن وأمان هذه الأمة. وإن كنا بنقول يعني هي بشوف من قبيل القدر كده، بتقول إن والدي هو من كانوا يخدمون في الجيش المصري، يمكن أيضا أنا أبي كان يعمل في جهاز الشرطة المصرية، ولي الشرف. نحن لحمة واحدة، نحن أمة واحدة، نحن أهل مصر الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، وبها خير أجناد الأرض. العبارة مرة ثانية: وبها خير أجناد الأرض. أحب من أحب وكره من كره. فاصل، وسنعود إليكم بأمر العلي الأعلى وهو الله جل وعلا، فانتظرونا.
السيدات والسادة، عدنا إليكم من جديد للتعليق على هذا المشهد الراهن وتلك الأحداث الدامية التي نقف فيها صفا واحدا في مواجهة هؤلاء المعتدين. ويمكن الدكتورة نادية بتقول يعني أنا بحسدك على قدرتك يا دكتورة نادية، نحن شعب مصر الصلب القوي الذي لا يؤثر فيه أمثال هؤلاء، سنكمل المسيرة وسنتقدم بأمر الله وسنضع هذا الوطن في المكانة اللائقة، أحب من أحب وكره من كره. ليه؟ لأن الله هو من يصطفي الشهداء، ولأن الله هو من يختار الشهداء، ونحن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الحق: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. معانا للتعليق على هذا المشهد وتلك الأحداث زميلنا العالم المستنير فضيلة الشيخ إسلام رضوان. أهلا بك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إسلام، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك معالي الدكتور دكتور إبراهيم، إزاي صحتك؟ وفي البداية يعني أنا أقدم واجب العزاء والتعازي لكل أسر الضحايا المصريين. احنا مش عايزين نحدد النهاردة ان الحادث الاجرامي الارهابي اللي حصل النهاردة كان موجه لاخواننا الاقباط او المسيحيين في مصر، لكن ده حادث موجه للامة المصرية وللشعب المصري لزعزعة استقرار مصر وامن مصر. ودايما لما الاحداث دي بتحصل يعني احنا بنتعجب دكتور ابراهيم. يمكن الحادث الأخير كان في أيام المولد النبوي، وللأسف لما يصدر حادث إجرامي إرهابي ضد إخواننا المصريين سواء كانوا أقباط أو من المسلمين في مولد سيدنا النبي في شهر 12 اللي فات في كنيسة، وقبلها بيومين كان حادث ثاني في مسجد السلام، لو حضرتك كل السادة في الهرم يتذكرون. نعم. حادث في مسجد السلام في الهرم. نعم. بعدها يوم الحد حادث في كنيسة في مصر. ده مش المراد منه الأقباط أو المسيحيين في مصر، ده المراد منه استهداف أمن مصر، استهداف استقرار مصر، استهداف الشعب المصري بصفة عامة. مش عايزين نفرق، لكن عايز أقول النهاردة إن إذا كان اللي بيقوموا بالأعمال دي مسلمين، وأنا يعني أعتقد إن هم لا ينتموا إلى الإسلام، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حمل علينا السلاح. حتى لو كان السمت سمت مسلم أو الشكل شكل مسلم، لكن هذه الأخلاق وهذه الأفعال الإرهابية الإجرامية ليست أخلاق المسلمين ولا أفعال المسلمين. واللي نفى الإسلام عن هؤلاء هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس منا من. طيب يا ريت وصلونا يا جماعة تاني بالشيخ إسلام يستكمل ما قد بدأه. والحقيقة وبيؤكد على فكرة في غاية الأهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هؤلاء ممن حملوا السلاح على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإحنا النهاردة لا نفرق، إحنا كشعب وكأمة واحدة لا نفرق بين المصريين، الدماء واحدة، إنها الدماء التي اختلطت على أرض سيناء دفاعا عن الأرض والعرض والعقيدة. النهاردة الأحداث دي بتعلمنا حاجة مهمة جدا، إحنا يراد لنا أن ندفع ثمن الحرية وثمن الكرامة وثمن أننا رفعنا أصواتنا حتى وقف الجميع ينظر إلى هذه الأمة وهي ترفض كما قلت التعصب التشدد الإرهاب باسم الدين، وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أمثال هؤلاء الذين جندوا أنفسهم للإضرار بأوطانهم وبدينهم وبكل المعاني الراقية والمبادئ السامية التي أتت بها رسالات السماء. نحن اليوم بحاجة إلى المواجهة الفكرية، المواجهة المسلحة، المواجهة بكل ما نملك. لماذا؟ لأنه الوطن. الجماعات الدينية كانت بتروج لفكرة أن محبة الأوطان بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار، مع أن الذي علمنا أن محبة الأوطان جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم،
هو سيدنا النبي حينما خرج مدافعا عن المدينة، عن الأمن، عن الأمان، عن الأرض، عن العرض، صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. النهاردة يجب أن احنا نعيد غرس المفاهيم من جديد مرة أخرى. ليه؟ علشان إن كانوا بيربونا إرهابي، نحن نربي أمة بأسرها على أننا يجب أن ندافع عن الأرض والعرض وأن نرد الصاع صاعين. نحن الأمة التي لن تجلس بجوار الحائط ولن تبكي ولن تندب ولن تشجب ولن تستنكر، ولكنها الأمة التي ستتقدم إلى الأمام. ليه؟ لأن في إنجازات. زمان كنا بنقول يا جماعة محتاجين زرع الأمل. الأسبوع الماضي حاولت أزور بعض الشقق الجديدة اللي الدولة وفرتها للشباب من باب حب الاستطلاع. حاجة على أجمل وأشيك وأفضل ما يقدم للمواطن المصري، اللي هي الشقة 90 متر المتشطبة تشطيب سوبر لوكس. ليه الكلام ده مهم؟ لأن أغلى ما نملك هو الشباب. أغلى سلعة النهاردة بيملكها أو بتملكها الأمة المصرية هي الشباب، هو الأمل، هو الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا النبي وهو يحتضن الشباب، وهو يقدم سيدنا أسامة بن زيد على رأس الجيش الذي هو جيش الدولة، وكان عمره 17 سنة، إيمانا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لشباب هذه الأمة دور يجب أن يحترم ويجب أن يؤدى على الوجه الأكمل. قيادتنا النهاردة في كل المواقع النهاردة بنقول يا جماعة نحن الدولة التي لا تريد أن تعتدي على أحد، ولكنها الدولة التي تريد أن تستكمل رحلة البناء مع قيادة مختارة ومنتخبة أتت بهذا الإصرار الشعبي على أن تستكمل مصر منبر الوسطية والاعتدال، تلك المسيرة إلى الأمام. النهاردة في الدين والحياة عايزين الناس تتعلم حاجة مهمة جدا، أن الدين لا ينفصل عن الحياة، وأن الدين أنزله الله على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي يقود الأمة إلى العمل. يمكن اسكندرية زي ما احنا فاكرين لها النهاردة المحاولة الاعتداء والتفجير الغاشم، لازم أقول لكم أن من 10 أيام رحت اسكندرية وهي مدينة مشهورة بالقهاوي الكتيرة. نزل فريق من علمائنا في الأوقاف وفي الأزهر متطوعين بالملابس الأزهرية، قعدوا على القهاوي وكلموا الناس وعلموهم قيمة العمل ومنزلة العمل وشرف العمل. ليه؟ لأن الفراغ قنبلة موقوتة. بيقدر من يتربص بالأمة أنه يشتغل على عقل شاب قاعد على قهوة ولا قاعد في غرزة ولا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. نحن بحاجة إلى خطاب يعتمد على أن يهيئ هذا الجيل الجديد للحياة. وحين نحارب وحين نقاوم وحين ندافع نذكر بكلمة القائد المسلم، نحن لقد أتيتكم بجند يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. سلاحنا الذي تركه لنا النبي أن نعمل، أن نفكر، أن نبدع، أن نأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك نرفع أكف الضراعة إلى العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله. اللهم ارزقنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. اللهم أمنا في بلادنا وأمنا في أوطاننا. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر البلاد والعباد. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غير بابك لا تكلنا، وعن رحابك لا تطردنا، ولا تردنا خزايا ولا نادمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم سدد خطاهم وارزقهم بطانة صالحة تكون لهم عونا على البناء، عونا على التعمير، عونا على أن يتقدم هذا الوطن ونراه وطنا قويا آمنا مطمئنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الكتاب والسنة
والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا يا ربنا. اغفر لآبائنا وارحم شهداءنا وتجاوز برحمتك عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك دفاعا عنك وعن حبيبك. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة نخلد فيها أبدا يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم رد كيد أعدائنا إلى نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم بحق القرآن ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا وارفع رايتنا، اللهم ارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا. يا إلهنا ليس لنا رب سواك فندعوه. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أنزل الطمأنينة على أهالي الشهداء. اللهم تغمد شهداءنا بواسع الرحمة والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله، قبل أن أغادر مقامي هذا بعد فاصل قصير إن شاء الله سيستكمل هذه إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى، سنكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا دائما على طاعة الله. كنا معكم من الساعة الواحدة لكي نعلق على تلك الأحداث الدامية ونستنكرها، وكي تصل الأصوات عالية من المسلم ومن المسيحي، من الرجل ومن المرأة، من العالم ومن القس، كلنا على قلب رجل واحد آمنين مطمئنين. لا يسعنا إلا أن نتوجه لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على حسن الإنصات، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يحفظ شعبها وأن يحفظ جيشها وأن يحفظ حاكمها، وأن نكون دائما كما أراد الله لنا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وصلى الله على معلم الناس الخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن الإنصات، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.